كيفك؟ إن شاء الله الأمور تمام. هلا شوف، يعني لما نيجي نحكي عن مايكروبيولوجي، تمام؟ المايكروبيولوجي هاي راح نحكي عن 3 كرييتشرز، ثلاث مخلوقات، مخلوق اسمه أو ثلاث يعني 3 باثوجنز، كلوستريديوم بيرفرنجنس باكتيرويدس فريجاليس، وثالث إشي اسمه تراكينيلا سبيراليس. هدول التنين بكتيريا، وآخر واحد باراسايت. أوكي، باراسايت، باراسايت يعني إيش؟ طفيليات. بكتيريا يعني بكتيريا. أوكي، طيب نيجي على كلوستريديوم بيرفرنجنس. هلأ بس قبل ما نبلش بدي أشرح شغلة سريعة. هلأ في شغلة لازم نفهمها عن البكتيريا. البكتيريا إحنا لما نيجي نمسكها وندرسها تحت الميكروسكوب، أوكي، بنعطيها في واحد اسمه جرام، اسمه جرام مش الوزن، لا اسمه الزلمة جرام، تمام؟ عمل ستين، أوكي؟ هلأ حكالك أنا رح أدهن البكتيريا بهاي الستين. إذا بتطلع بوزيتيف يعني بتصير لونها نهدي، أوكي؟ أنا لون الستين تاعيتي نهدي، معناته أنا هاي بسميها جرام بوزيتيف. إذا إنه بتعطيني نيجاتيف أو سلبي بيضل لونها زهري زي ما هو، أوكي؟ ما بتصير يعني نهدي، أوكي؟ هاي بسميها جرام نيجاتيف، وهذا هو أهم طريقة حاليا في الطب، هو لتقسيم البكتيريا، بنقسمها جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. هلأ بناء على أي أساس هاي بتندهن جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف؟ بناء على السيل وول، أوكي؟ السيل وول. شوفي البكتيريا عندها هاي خلية نفس خليتنا، بس في حواليها، هلأ هذا البلازما ممبرين، هذا عندنا وعندهم برضو موجود، بس في حواليها هيك، خلني أغير اللون، سيل وول، أوكي؟ هذا السيل وول هيك، أوكي؟ أوكي، هذا سيل وول. هلأ هذا بيختلف الثيكنس تاعيته أو الخمالة تاعيته من بكتيريا لبكتيريا. البكتيريا اللي بتاخذ، اللي بتطلع جرام بوزيتيف، هذا كتير خميل، عندها خميل كثير، أوكي؟ اللي بتاخذ جرام نيجاتيف هذا كتير رفيع، يعني بكون زي هيك، تطلعي قديش رفيع، بكون يدوب هيك، أوكي؟ أما اللي جرام بوزيتيف بتاخذ هيك، هذا هو أهم تفريق، أوكي؟ تمام. فبالتالي لما نيجي هنا، هاي راح تكون جرام بوزيتيف، هاي راح تكون جرام نيجاتيف. هاي لا ينطبق عليها لأنها باراسايت، لأنها طفيلية ما بتتقسم زي هيك، فبالتالي هذا جرام بوزيتيف وهذا جرام نيجاتيف. أوكي، هلأ بنيجي نحكيهم، وكتير مهم هذا، راح يجي عليه سؤال يعني شو هو الجرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. طيب هلأ شوف، راح يكون في كتير معلومات لا فائدة منها، راح يكون في كتير معلومات لا فائدة منها، أنا راح أحاول أسهله عليك وأبسطه عليك، تمام؟ طيب هلأ في كمان تقسيمة للبكتيريا، أوكي، تقسيم غير إنه جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف ومن هالحكي. التقسيم كالآتي، حكولك هل هاي البكتيريا بتستنشق أكسجين ولا ما بتستخدم أكسجين، تمام. هلأ البكتيريا هاي، هلأ في بعض البكتيريا الأكسجين سام بالنسبة لها، صحيح إحنا ما بنقدر نعيش من غير أكسجين، بس في بكتيريا سام إلها، اللي سام إلها وما بتقدر تعيش مع الأكسجين سميناها أنايروبس، يعني لا تنفسية، لا هوائية، كنا نحكي عنها بالتوجيه بالأحياء، لا هوائية، تمام؟ بينما الـ O2 هاي اللي بتستخدم O2 أيروبس، مش أنايروبس، معناته لا هوائية، أيروبس معناته هوائية. في هاي المحاضرة رح نحكي عن البكتيريا الأنايروبس، ما رح نحكي عن الأيروبس، أوكي؟ ما رح نحكي عن الأيروبس، رح نحكي عنها الأنايروبس، أوكي؟ فبالتالي هاي معلومة تانية ممكن نحفظها. خلنا نبلش بالسلايدات، تمام. هلأ أول شيء بيجي بحكي لك عن كلوستريديوم بيرفرنجس، تمام؟ هلأ في عائلة بالبكتيريا اسمها كلوستريديوم، تمام؟ الكلوستريديوم جرام بوزيتيف، يعني لو أجينا ندهنها بالجرام ستين بتطلع بوزيتيف، تمام. هلأ نون موتايل أنا مش شايفها معلومة مهمة، سكوير أنس برضو أنا مو شايفها معلومة مهمة، لكن إذا بتحب تحفظيها إنه هي شكلها مربع، تمام؟ أوكي، والمربع مستحيل يتحرك، ما في عجال تحت، فبالتالي هي نون موتايل، لا تتحرك. في بعض البكتيريا بتتحرك، أوكي. هلأ إذا بتحرك البكتيريا أو لا، بكون عندها فلاجيلا زي الذيل، تمام؟ هاي ما عندها، فبالتالي ما بتتحرك. أنا ما بيهمني تحفظ هذول المعلومتين، بيهمني أول معلومة تحفظيها أنا جرام بوزيتيف، والمعلومة الثانية أنايروبيك باسيلاي. شو معنى باسيلاي؟ طيب شوفي، هلا لو أجينا إحنا اطلعنا تحت هاي برضو معلومة مهمة لازم نحفظها. لو أجينا اطلعنا تحت الميكروسكوب، تمام، نيجي منتفرج كيف شكلها، يا ربي كيف شكلها هاي البكتيريا، منتفرج في بكتيريا دائرية بنسميها كوكساي، أوكي، كوكساي آخرتها. في بكتيريا، أوكي، بتكون زي هيك ذيلية طويلة، هاي بنسميها بسيلاي، إذن بتكون ممتدة زي الذيل، فبالتالي بسيلاي هي هاي البكتيريا. لازم نحفظ إنها جرام بوزيتيف أنا أيروبيك بسيلاي، هدول المعلومتين مهمين، أنا ما راح أحكي لي غير تحفظ المعلومات المهمة، تراست مي، يعني ثقي فيا. طيب سبور فورمينج، شو معنى سبور فورمينج؟ شوفي هاي البكتيريا، أوكي، إحنا اتفقنا إنها هي بسيلاي وهي ما بتحب الأكسجين، أوكي، إذا بيجيها أكسجين بتموت، تمام، أنا أيروبيك، وهي جرام بوزيتيف يعني نهدي بيكون شكلها. هلأ
شو معنى سبور فورمينج؟ شوفي، لما تيجي الظروف تصير قاسية على هاي البكتيريا، الظروف تصير قاسية وتصير تحس حالها البكتيريا بدها تموت، شو بتعمل؟ بتصير تنتج إشي اسمه سبور. سبور سبور يعني هاي عبارة عن شوية دويرات، دوائر فيها المادة الجينية تاعية البكتيريا، بس ما فيها أي أكتيفيتي، يعني ما بتشتغل ولا بتعمل إشي، بتضلها موجودة. طيب يعني ليش عملت هيك؟ لأنه هدول السبورز مقاومين بشكل كبير لكتير شغلات، مقاومين للحرارة، مقاومين للجوع، مقاومين للبرودة، مقاومين لكل إشي تقريبا، كثير مقاومين، من أكثر الشغلات المقاومة في العالم هاي في تاريخ الطب هي السبورز. فبالتالي إذن سبور فورمينج، أوكي؟ سب تيرمينال غير مهمة، لكن إذا بدك تفهمي معناها معناته إنه هيك السبور سب تيرمينال، تمام؟ هيك يعني قريبة من النهاية، عند النهاية أو قريبة من النهاية بتعمل السبورز، بعدين بتفرزهم، أوكي؟ أو بتتحول كلها لسبور، يعني بتختلف حسب شو المصدر اللي بتدرس منه. مش مهم، أنا كلمة تيرم سب تيرمينال غير مهمة، أوكي؟ غير مهمة. هيموليتيك نوعا ما مهمة. شو معنى هيموليتيك؟ هيموليتيك معناها البكتيريا، طلعي هاي البكتيريا قاعدة، أوكي؟ جيبي جنبها إيش؟ خلايا دم حمراء، خلايا دم حمراء بنسميها ريد بلود سيل، RBC ريد بلود سيل، أوكي؟ لو أجينا بتفرز هاي البكتيريا سم، أوكي؟ هذا السم بيروح بيدمر الخلايا الحمراء هاي وبسبب لها إشي اسمه هيموليسيس. شوفي دائما قاعدة في الطب، لما تتدمر الخلية الحمراء هاي وخلص تروح فيها تماما بنسميه هيموليسيس. بنسميه إيش؟ بنسميه هيموليسيس. فبالتالي هاي البكتيريا بتسبب هيموليسيس. إذا هي جرام بوزيتيف، هاي أول معلومة، أنا يروبك بس اللاي، سبور فورمينج بتشكل سبورز، وهيموليتيك. هذول الأربع معلومات اللي بنحفظهم سو فار. طيب الميكروبيولوجي شوي ثقيل الدم، تمام؟ يعني مش أسهل ما يمكن، لكن إحنا إيش بنحاول شوي إن نسهل على حالنا إن شاء الله بهاي المادة. طيب هلأ هاي البكتيريا فيها خاصية مميزة إنها بتروح عن نيكروتيك تيشو. شو معنى نيكروتيك تيشو؟ لنفترض، تعالي أنا بدي أورجيكي شو معنى نيكروتيك تيشو، أوكي؟ طيب خلنا نيجي على هاي الصورة. طلعي هي الصورة شوي مقرفة، هاي هذا تيشو طبيعي، طلعي كيف إجره هنا طبيعية هاي، أوكي؟ لكن ليجي هنا هذا اسمه نيكروتيك تيشو، اللي بيكون لونه أسود وميت، أوكي؟ هذا نيكروتيك تيشو. شايفة هذا المكان بتموت عليه البكتيريا اللي اسمها كلوستريديوم بيرفرنجس اللي بنحكي عنها قاعدين، بتموت عليه. هلا هاي بتروح على النيكروتيك تيشو بتبلش تصنع H2 وCO2 اللي هي أنا ما بدي إياك تحفظي هذولا، بس بدي إياك تحفظ إنهم غازات. بتبلش تصنع غازات من النيكروتيك تيشو، تمام؟ فبنسميه غاز غنغرين، أوكي؟ شو معنى غاز غنغرين؟ غاز من غازات غنغرينة زي هاي، هذا اسمه غنغرين، أوكي؟ هذا اسمه غنغرين، بنقسمه أنواع، بنقسمه في عندك سوفت غنغرين، ليكويفايد غنغرين، ليكويفاكتيف، كوأجيوليتيف غنغرين، مش مهم. أنا اللي بهمني إنك تعرفي إنه هون هي بتيجي على هذا بتصير تعمل بابلز، يعني زي فقاعات وغازات، أوكي؟ هاي هي الورط تاعها، فهي بتحب كتير تروح على التشو الميت أو الجزء الميت، أوكي؟ النسيج الميت وتعمل غازات، أوكي؟ طيب هلأ بحكي لك typing based on exotoxins. شو معنى هالحكي هذا؟ شوفي toxin معناته سم، تمام؟ toxin معناته سم، هاي البكتيريا بتفرز سم، أوكي؟ هلأ في نوعين من السموم إحنا ممكن نفرزها، طلعي كيف؟ في عنا سم بنفرزه لبرا، أوكي؟ البكتيريا مش إحنا، البكتيريا بنسميه exotoxin، exo من exit إنه خرج، أوكي؟ وفي سم بيكون موجود جوا البكتيريا، متى بيطلع؟ لما البكتيريا تموت، بتيجي البكتيريا بتموت السم بيطلع، فهذا ما بيطلع إذا هي فرزته، بيطلع لما تموت البكتيريا، بنسميه إيش؟ بنسميه endotoxin، تمام؟ طيب شو يعني فائدة الحكي هذا؟ هذا الحكي شايفة الإكزوتوكسين اللي أنا حكيت لك عنه هو أنواع بالنسبة لهاي البكتيريا، في أنواع بتفرز إكزوتوكسين سميناه A، في سميناه B، في سميناه C، في سميناه D وفي E، فإحنا بنقسمهم بناء على أي إكزوتوكسين هي بتفرز، أوكي؟ طيب برضو شو معلومة أنا بستفيد، أنت تستفيدي من هالحكي؟ ما بتستفيدي غير نقطة واحدة، نقطتين، إنه التايبينج يعني إنه نصنفها التصنيف بناء على إيش؟ بناء على الإكزوتوكسينز، هاي أول معلومة بدنا نحفظها كمان، وكمان إيش هو أكتر إشي more common؟ A، فبالتالي منطقي صح؟ A أول حرف باللغة، فبالتالي A is the most common، أوكي؟ هو أول إشي اكتشف. طيب هلأ نيجي نحدد على السريعة هذا السلايد شو المعلومات المهمة، أوكي؟ طلع يلا تعالي بسم الله. أول شيء احفظي إنها جرام بوزيتيف، كتير مهمة، احفظي إنها أنا إيروبيك بس اللاي، أوكي؟ احفظي إنها سبور فورمينج وهيموليتيك، أوكي؟ طيب احفظي إنها بتسبب غاز غنغرين، احفظي إنه تايبينج بيست أون إكزوتوكسينز، وإيه هو الموست كومن، أوكي؟ تمام.
طيب خلنا نيجي على اللي بعدي. طيب لنفترض انه بس بدي اياك تحفظي يعني معلومه واحده، اوكي معلومه واحده من كل هذا الحكي او معلومتين، بدي اياك تحفظي جرام بوزيتيف اهم شيء، وانه غاز غانجرين، هذول اهم شغلتين، اهم معلومتين. اوكي طيب هلا هون اجت بدها تفصل بالاكزوتوكسينز. حكينا الاكزوتوكسينز هي السموم اللي بتفرزها البكتيريا، السموم اللي بتفرزها البكتيريا فرزها، وهي لسه بتكون البكتيريا عايشه، ما بتكون ماتت لسه. تمام اوكي طيب هلا هي انواع، عندنا الفا توكسين، عندنا ثيتا توكسين، وعندنا انتيرو توكسين، هم ثلاث انواع احنا لازم نفهمهم واحد واحد. طيب شايفه اسمعي، لنفترض انه هاي خليه انسانيه، خليه انسان، وهاي هي البكتيريا عم تفرز قاعده الفا توكسين، الفا توكسين هي، هذا هاي هو رمز الالفا. اوكي خلينا نرسمه الفا توكسين. الفا شو بيروح يعمل؟ بيروح شايفه الغشاء تاع الخليه ببلش ياكل فيه اكل، ببلش ياكل فيه اكل وبتموت الخليه، بتموت الخليه. تمام بنسميه فوسفولايبيزز، فوسفولايبيزز. شو معنى فوسفولايبيزز؟ شوفي الخليه هاي تاعتنا لجسم الانسان لو كبرناها اوكي بنلاقي انه فيها زي هيك فوسفوليبيد هون اوكي وفوسفوليبيد هون، فوسفول هيك شكل الفوسفوليبيد، مش مهم، المهم دهون، نوع من انواع الدهون. هذا الانزيم بسموه فوسفولايبيزز، ايزز اخريتها معناته مدمر، فهذا بيجي بيدمر الفوسفولايبيزز هون 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 هون. تمام فبالتالي هذا بيروح افكتس، هذا الالفا توكسين افكتس ايش؟ السيل ميمبرين such as of that muscles. اوكي تمام فبيروح يعني بدمر السيل ميمبرين او الغشاء الخلوي تاع العضلات، اوكي الغاء تاع العضلات وتاع النسيج عموما. تمام بس هو اكثر شيء بيصيب العضلات، يعني هاي البكتيريا اكثر شيء بتصيب العضلات. ما علينا، في توكسين تاني اسمه ثيتا توكسين. هذا شو ثيتا توكسين؟ هذا ثيتا توكسين بسموه بور فورمينج، لا تلخبط بينه وبين السبور، السبور إشي وبور إشي. بور يعني فتحة، بور يعني فتحة. شوفي شو بيعمل، بيروح على الخلية، تمام بيروح على الخلية، بيروح بقولها بيروح طلع، هذا هو الثيتا توكسين. شو بيروح يعمل؟ بيروح يفتح فتحة بسيطة في الخلية. طلع شو بيروح يعمل؟ بقول والله لا أورجيكي، بيفتح فتحة بسيطة زي هيك، بيعمل فتحة زي هيك. الفتحة هاي زي تسريب بتعمل، بتطلع الأيونات وتدخل الأيونات والخلية بتموت، بتموت. هذا وين بيروح؟ بيروح على الكابيلاريز وعلى الهارت، بيروح على الكابيلاريز وعلى الهارت. هاي مصيبة، ثيتا توكسين مصيبة، بيروح على الهارت بيدمر القلب. أوكي هاي واحدة من التوكسينز الخطيرة جدا تعيد كلوستريديوم بيرفرنجز. إذن عندنا ألفا توكسين اللي هو فوسفولايبيز اللي هو بيروح بيدمر الخلية كاملة. أوكي هذا الثاني إشي ثيتا توكسين، بنتذكر إنه بور فورمينج بيروح على الهارت. أوكي بعدين عندنا انتيرو توكسين. انتيرو توكسين هذا شو فائدته؟ هذا بيعمل إسهال، إسهال. ولما الواحد يكون معه إسهال يعني بالمعدة، لما الواحد يكون معه إسهال بيسيب ببنا فلويد، فلويد يعني سوائل، إلكترولايتس يعني إيش؟ يعني هذا الصوديوم يعني البوتاسيوم، بصيبهم خسارة. هذا هو مهم تاعنا. أوكي يعني أجاكي واحد على الطوارئ، تمام أوكي أنت هلأ قاعدة في مقيمة الطوارئ، أوكي قاعدة، أجاكي واحد عنده إسهال. واحدة من الشغلات اللي بدك تفكري فيها إنه ممكن يكون انصاب بكلوستريديوم بيرفرنجس اللي هي هاي، هاي الخطيرة كتير لما تصيب الواحد، بس لما تصيب الأمعاء بتسبب مرض بسيط، إسهال بسيط، بسبب فلويد أند إلكترولايتس لوس. اوكي اذا عندنا الفا توكسين، عندنا ثيتا توكسين، عندنا انتيرو توكسين. شوفي من خبرتي انا، من خبرتي اهم تو توكسينز هم الالفا والانتيرو توكسين، هذول اهم توكسينين. ثيتا بدك تحفظي احفظي مش غلط، اوكي بس يعني هو سهل. ثيتا انه كابيلاري وهارت وهو بور فورمينج، ممكن يقول لك السؤال which of the following toxins is a phospholipase، الجواب الفا. كيف طيب بدك تحفظي الفا في فوسفولايبيز اف اف اوكي تمام بي اتش بي اتش. طيب ثيتا توكسين، ثيتا توكسين ما في طريقه نحفظها انها بور فورمينج، بس شوفي ثيتا هذا هو رمز ثيتا بالرياضيات، تمام فانت ممكن تحفظي انه هي هاي الثيتا بتيجي على الخليه وبتزرع حالها هنا، اوكي ممكن تعمل بور، اوكي تعمل زي فتحه هنا. تمام انتيرو توكسين، كلمه انتيرو، انتيرو جايه من الجاسترو انتستينال، يعني ايش؟ يعني الجهاز الهضمي. فلما يحكي لك انتيرو توكسين معناته معناته توكسين بيصيب الجهاز الهضمي. اوكي اوكي هاي هي صورة تحت الميكروسكوب، مش اتفقنا حكينا انها جرام بوزيتيف، والجرام بوزيتيف بكون نهدي، هي هيك تقريبا نهدي، نهدي على ازرق غامق، اوكي ما بيكون زهري زي هيك، هذا زهري هذا نهدي، فهاي هي اسمها جرام بوزيتيف. طيب وشايفه كيف شكلها باسيلاي؟ شايفه كيف شكلها طولي؟ شايفه كيف شكلها طولي؟ بعض البكتيريا بكون شكلها زي هيك، بكون دائري، اوكي بنسميها كوكس او كوكساي. اوكي طيب كوكساي دائري نيجي على السلايد اللي بعده، بقول لك usual locations of some opportunistic anaerobes، usual locations of some opportunistic anaerobes. طيب شو معنى الحكي هذا؟ opportunistic معناته انتهازي، انتهازي، انتهازي.
انيروبس معناته لا اكسجيني، لا هوائي او لا اكسجيني. اوكي، شو معنى انتهازي؟ انتهازي معناته هاي الامراض ما بتصيب غير بعض الناس. مين هذول الناس؟ اللي مناعتهم منخفضه. مناعتهم منخفضه، مش مهم نعرف مين بالضبط، بس المهم بكون مناعتهم منخفضه. هي مأشرت لك انه بس على هاي وعلى هاد، اوكي، على هذا وهاد. هلا التنين بصيبوا الانتستين، بس الكلوستريديم كمان بتصيب السكن. هلا هي تطلعي مش حاطه انها بتصيب السكن، حاطه نيجاتيف، بس هي فعليا بتصيب السكن. فهذا السلايد انا مش كتير مني ومنك بنتبه فياته، بس اذا منك نطلع بدنا نطلع فاهمين إشي بهذا السلايد، انه الكلوستريديم والباكتيرويدز اللي هي فراجيلس اللي هي الثانيه اللي راح نحكي عنهم، التنين بصيبوا الانتستين، بصيبوا الانتستين في حال كان الهوست او في حال كان المريض مناعته ضعيفة. تمام، مناعته ضعيفة، هم بفضلوا يروحوا على الانتستين. الانتستين يعني الأمعاء، أمعاء، أوكي، سواء دقيقة أو غليظة، أوكي، هو يعني تحت المعدة، أمعاء، أمعاء. إحنا عندنا هاي المعدة، هي المعدة بتطلع، هاي المعدة بعديها أمعاء، أمعاء قولون، بعديها كل من الأمعاء للقولون هي كلها اسمها انتستين. أوكي، هلا هون بيجي بيحكي لك عن الكلوستريديم تحديدا، اوكي، بيحكي لك عن الانتستين. تمام، بس ممكن يسبب شيء اسمه سيلولايتس، رح نيجي نحكي عن السيلولايتس. غاز جنجرين حكينا عنه، انتيروكولايتس، انتيرو حكينا شيء بالجهاز الهضمي، كولايتس جاي للقولون، واي شيء اخره ايتس معناته التهاب، فهذا بسبب التهاب في كل الجهاز الهضمي والقولون. تمام، اللي هي ايش؟ الكلوستريديم بيرفرنجس. مهم هاي نحفظها، مهم هاي نحفظها، مهم هاي نحفظها. طيب شو السيلولايتس؟ بدي اورجيكي انا صوره، هو التهاب في الجلد اللي هو زي هيك، هذا سيلولايتس. هلا مش اكثر سبب كومون انه كلوستريديم بيرفرنجس، في بكتيريا ثانيه بتسببه حقيقه يعني، بس واحده من الاسباب كلوستريديم بيرفرنجس. اوكي، كلوستريديم بيرفرنجس اللي هو التهاب. هي عندنا سكن، اوكي، هون عندنا ايبيديرمس، هون عندنا ديرمس، اوكي، وهون عندنا هايبوديرمس. الديرم الايبيديرمس والديرمس لما يصيبهم انفكشن او التهاب بنسميه سيلولايتس. اوكي، طيب هلا هون بيجي برضو بحكي لك باكتيرويدز فريجاليس. اوكي، مش مهم، انا بصراحه بعدين راح نيجي نحكيها، بس انه بسبب ابدومينال ابسس، ما علينا بعدين نجي نحكي عنها. مهم انا بالنسبه لي تحفظي هدول. اوكي، سيلولايتس، غاز جنجرين، وانتيروكولايتس. طيب هلا بيجي بحكي لك عن الغاز جنجرين اللي هو تقريبا اهم مرض في هاي المحاضره تقريبا. كلوستريديم بيرفرنجس بتسببه. شوفي، غاز جنجرين واحده من الطوارئ، يعني طارئ، اوكي، هي حاله طارئه. شو هي حاله طارئه؟ شو الغاز جنجرين؟ خلينا نفهم شو الغاز جنجرين. شوفي، اول شيء بتيجي البكتيريا بتكون تمشي بامان الله، اوكي، خلينا نفترض انها بتمشي زي هيك، هاي اجريها، اوكي، بتمشي بتمشي بتمشي، بتلاقي تشو ميت، بتلاقي تشو ميت. اوكي، هسه التشو الميت هذا قد لا يكون مبين عند الانسان، يعني ما بيكون فرانكلي او واضح زي الصوره اللي انا ورجيتك اياها، اصابع اجرين الزلمه الميتات، لا، عادي جدا. ممكن يكون مثلا انضرب ضربه، جزء بسيط جدا مات عادي، انا او انت اي حدا، مش ضروري يكون مناعته ضعيفه. بتدخل هاي البكتيريا، اوكي، جوا وما بتبين انها فاتت جوا، بضل سكن موجود زي ما هو، بضل سكن زي ما هو موجود، بتبلش تاكل في العظم، وبتبلش تاكل في العضلات وفي اللحم وفي الفات اللي هو الدهون وكل شيء تاكله تحت هذا. فبالتالي اوكي، فبالتالي بسبب سيفير بين، سيفير بين. اوكي، طيب هلا هون شو سيفير بين؟ هذا السيفير بين طوارئ، 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 اوكي، طوارئ، ممكن يسبب حتى دم انه ينزل تحت ويطلع لفوق. طلع كيف ممكن يصير حتى شكله؟ شكله ممكن تصير زي هيك، طلعي زي هيك بكل شكلها، اوكي، هون كله احمر احمر، وهي بسموها بليسترز او بلاي، بلاي، بلاي يعني انتفاخ، فياته سائل، هذا السائل دم، كل هذا بسبب البكتيريا هاي. طبعا هذا قبل يومين ثلاثه كانت اجره عاديه، كانت اجره عاديه زيي وزيك زي اي حدا، تمام، كانت طبيعيه، بعدين صابت زي هيك. اوكي، هلا هون بيجي بحكي لك عن الغاز جنجرين ابيديميولوجي. ابيديميولوجي يعني بريفالنس وانسيدنس. شو معنى بريفالنس وانسيدنس؟ يعني قديش عدد الحالات وشو سببها وهيك. فهون بقول لك it occurs with traumatic wound، يعني اي شيء مثلا واحد خبط اجره سواء بسكينه سواء باي شيء، مصل دمج، اثل العضلات، فاي شيء بيعطينا تيشو دمج او نيكروتيك تيشو اللي بتكيف عليه، بتكيف عليه مين؟ كلوستريديم بيرفرنجس. تمام، طيب هون بحكي لك بوليت وونز اللي هي الرصاص، فراكتشر كسور، اكسيدنس حوادث، هاكينج، هاكينج يعني اي شيء بيخترق السكن او بيخترق الجلد وبوصل للعضلات. طيب هلا هي احنا سالنا، نسال حالنا ليش هي بتحب النيكروتيك والتشو الميت؟ اوكي، لانه بنتذكر انه هي حكينا انا ايروبيك، يعني ما بتحب الاكسجين، والنيكروتيك تشو ما بيكون فياته اي اكسجين، فهي بتقول لك لو ريدوكس، يعني ما بيكون عندنا لو اكسجين تنشن، ما بيكون فيه كتير اكسجين. طيب
هلأ في بعض المصادر بتحكي لك إنه البكتيريا نفسها اللي بتيجي، أوكي، وفي ناس مصادر بتحكي لك لا، السبورز اللي هي اتفقنا إنه البكتيريا هي اللي بتصنعهم لما تكون في وضع ما بيساعدها تكون عايشة هي اللي بتيجي. بغض النظر إحنا هي الدكتورة مفترضة إنه السبورز هي اللي بتيجي مش البكتيريا. السبورز لما ترجع تتحول للبكتيريا، أوكي، ترجع تتحول للبكتيريا بسموه جيرمينيشن، أوكي، بسموه جيرمينيشن. لا ما في داعي. اوكي بسموه جيرمينيشن، تمام؟ جيرمينيشن شو معنى جيرمينيشن؟ معناته تحول السبورز، تحول السبورز للبكتيريا، بتتحول السبورز، بترجع السبورز تتحول للبكتيريا، بكتيريا لما تتحول السبورز تتحول للبكتيريا بنسميه جيرمينيشن. هلا البكتيريا بتنتج إشي اسمه الفا توكسين، بتنتج إشي اسمه الفا توكسين اللي حكينا عنه، فبتروح على المسلز وبتدمره، اوكي، بتروح على المسلز وبتدمره. لما تدمره، اوكي، بصير انفلاميشن سيفير، سيفير انفلاميشن يعني التهاب قوي جدا جدا، والالتهاب بيدمر الجسم، بسبب حاله اسمها شوك. شوك معناته ببطل يوصل دم للاعضاء الكويسه زي القلب، ببطل يوصل للامعاء، للدماغ، لاي شيء. هذا دائما بصير كنتيجه للانفكشن، لما الالتهاب لما يكون، او العدوى لما تكون التهاب قوي جدا 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 جدا، اوكي، فهذا نتيجة دائما، اوكي. طيب وبقول لك هون كمان انه ثيتا توكسين كمان له علاقه، يعني ثيتا توكسين كمان مش بس الفا توكسين، مش بس الفا توكسين اللي هو انا حكيت لك هذا اهم توكسين، ثيتا توكسين غالبا كونتريبيوت تو سوتش، يعني برضه بدمر جزء من العضلات، اوكي. هاي جايبيت لك صوره، جايبيت لك صوره، طلعي كيف هون واضحة. لو اجينا اخذنا اكس راي طلعي كيف هون، يعني هو صعب واحد صراحه مش راديولوجيست يبين شو هذا، بس هو هون واضح انه في عندنا انتفاخ والتهاب جوا، مش بالعظم، حوالين العظم اللي هو هذا السوفت تيشو اللي هو العضلات والفات، اوكي، وكل هاي الشغلات. طيب هلا بحكي لك clinical aspects of the gas gangrene. شو يعني clinical aspects of gas gangrene؟ بكل بساطة بتبلش within 1 to 4 days. يعني نفترض انه انا لا سمح الله واحد اسمه خالد، اوكي، واحد اسمه خالد، اوكي، لنفترض انه وقع على الارض، اوكي، القصة لما يوقع على الأرض، تمام، بسبب جروح، أوكي، الجروح البسيط هذا من يوم سواء هو شافه أو ما شافه، أوكي، أو انطخ أو إشي، اللي الشغلات اللي حكيناها فوق. هلأ من يوم للأربع أيام، تمام، بتبلش الأعراض. شو الأعراض؟ منطقية، بتحس ببين، بتحس بثقل، بتحس بإديمة. هلأ أنا ما بدي إياك كلهم تحفظيهم، بس بدي إياك تحفظي كالآتي. الوجع مهم، أوكي، بس برضو مش سبيسيفيك، يعني مش إشي خاص في هذا المرض، أي مرض بسبب وجع. إديمة، بسبب إديمة، تمام، تندرنس يعني لما تلمسه بتوجع، برضو أنا مش محتاج تحفظيها. أهم إشي تحفظيها هيموريجيك بولاي، هيموريجيك بولاي الصورة اللي ورجيتك إياها، أوكي، اللي هي هاي بسموها هيموريجيك بولاي، اوكي، بلستر او بولاي. هيموريجيك بولاي، هيموريجيك يعني دموي، اوكي، وهيموريجيك بولاي اللي هي هاي، طلعي هاي هيموريجيك بولاي، بولاي زي انتفاخ، اوكي، فيها دم. طيب هذا اول إشي. بعدين بس نتاخر بصير إشي اسمه غاز كريبتنس. شو معنى غاز كريبتنس؟ يعني بتصير تحطي ايدك على اجره للمريض تسمعي زي غاز، بتعرفي لما الفلين تفقعي، بتصير تحسي زي هيك، هذا من كثر الغاز اللي صنعته، من كثر الغاز اللي صنعته. بتتذكري احنا هون قعدنا نحكي انه بتصنع غاز اللي هو هذا، من كثر الغاز اللي صنعته صار ايش، صار تحسي غاز لما تحطي ايديك على شو اسمه، على اجر المريض. بعدين ممكن يعطينا systemic manifestations and shock، يعني يبلش حرارته الزلمة ترتفع، وضعه يصير سيء، يبطئ، يفقد وعيه إلى آخره، وشوك ممكن يؤدي لدث. يعني هذا خطير جدا جدا هذا المرض، أوكي. طيب هون بيجي انتقل لموضوع الأنايروبيك سوليولايتس، وبدها إياك تفرقي بينه وبين الغاز كنجرين، أوكي. طيب شو معناته؟ هلأ بقول لك اللي هو clostridial infection of wounds and subcutaneous tissue. بس في فرقين. أول فرق ما بتنتج غاز، أوكي، ثاني فرق ما بتوصل للمسلز، ما بتوصل للمسلز، يعني بتيجي على السكن. هاي الإبيدير هون، السوبر الإبيديرمس هون، الديرمس هون، شوية subcutaneous tissue، بتعمل infection لكل هدولة، أوكي، بس ما بتوصل للمسلز والبونز، ما بتوصل للمسلز والبونز، ونو غازز. هذا شو منسميه cellulitis. بكونش في بين، ليش؟ لانه انت بتكون يعني ما بتكونش يعني بقوه ما بتكون سيفير او سيئه زي اللي قبل، تمام، بيكون ما في سويلنج ولا في توكسيسيتي، ما بكون في انتفاخ ولا بيكون مبين المريض منتهي، بكون عادي طبيعي وضعه. بقول لك اذا ماتش ليس سيريس ذن غاز جنجرين، اوكي، تمام. اذا فبالتالي معنى هاي هي السيلولايتس، اوكي، هاي هي السيلولايتس زي ما حكينا، بتكونش جديه زي ايش، زي شو اسمه، زي هاي يعني، وهذا الحكي منطقي صراحة مبين، أوكي. طيب عفوا هذا شيء تاني وتماما مختلف، أوكي، اللي هو هذا. طيب
هلا كيف بتشخصي كلينيكالي؟ اوكي كلينيكالي يعني ما في لاب معين يعني ولا صوره معينه انت محتاجيتها عشان تشخصي، بالكلينيكالي حسب الاعراض حسب الصوره هاي اللي ورجيتك اياها. طيب هلا ممكن تعملي ايزوليشن للمايكرو اورجانيزم، يعني تعملي زراعه للكلوستريديم بيرفرنجز تشوفيها هل هي موجوده او لا، بس هذا بقول لك ادجنكتيف يعني مساعد، اهم شيء الكلينيكال. اوكي طبعا هاي مهمه المعلومه. اذا كيف يتم تشخيص الغاز غنغرين؟ كلينيكال. اوكي طيب كيف التريتمنت ثلاث شغلات التريتمنت. اول شيء بنروح على الجراحه، اصلا هذا المرض بندرسه في اللي هو بسموه غاز غنغرين. اوكي ممكن تسميه نيكروتايزنج فاشيايتس، اوكي مصادر تختلف بس مش مهم، المهم انا اللي بهمني انه الجراحه هي اللي بدرسونا اياها. عشان ايش؟ هاي واحدة من الطوارئ الجراحيه، انت لما تكشفي بتروني على الجراحه على السريع عشان ايش؟ يعملوا اكسشن يشيلوا الجلد والعضلات الميته، عشان اذا بتضلها كتير هناك راح يصير سيبتيك شوك، راح يصير عنه التهاب، والشوك هاي يعني تعمل تموت الانسان تمام اذا بضلوا هذول مكانهم. فهون قايت لك فيري امبورتنت، فبدك تتذكري اكسشن. في بعض الادويه ممكن نعطيهم طبعا بمضادات حيويه، بنسلين مكتوب ماسيف دوزز، مش مهم تعرف انه ماسيف دوزز او مش ماسيف دوزز، وسيفالوسبورنز. شوفي هذول التنين من عائله واحده، هذول الدوايين سيفالوسبورنز وبنسلين من عائله واحده، التنين بنسميهم بيتا لاكتام انتي بايوتكس. شو معنى بيتا لاكتام ومن هالحكي؟ بيتا لاكتام هو الشكل الكيميائي والصيغه الكيميائيه لهي الادويه. اوكي هلا في بعض البكتيريا بعدين نيجي نحكي، خلص بس انا اللي بدي اياك تعرف انهم من نفس العائله وبنعطيهم سيفالوسبورنز وبنسلين. اوكي طيب شو في كمان شغله؟ شيء اسمه هايبر باريك اوتو تشامبر. شو معنى هايبر باريك اوتو تشامبر؟ اوكي معناته بكل بساطه بنعطي 100% اكسجين. انت بتسالي حالك يعني احنا مش اصلا بنتنفس 100% اكسجين؟ لا احنا بنتنفس فعليا 20% اكسجين، يعني هذا هو الهواء الطبيعي اللي احنا بنتنفسه، 20% منه بكون اكسجين. هلا وجدوا لما نعطي 100% اكسجين بالمستشفى هذا الحكي تمام بسميه هايبر باريك اوتو تشامبر. اوكي 100% اكسجين، هذا بيساعد انه الخلايا تتعافى بسرعه لانها بتحب الاكسجين، فبالتالي هذا وجدوا انه بيساعد. انا بهمنيش غير تتذكري شغلتين بكل هذا السلايد. اوكي هذا السلايد كله بدي اياك تتذكري شغلتين، انه كيف بيتم تشخيصه عن طريق كلينيكال، يعني انت مش محتاجه لاب تيست، مش محتاجه بلود تيست، مش محتاجه تشيست اكس راي، مش محتاجه اكس راي، مش محتاجه ام ار اي، مش محتاجه اي صوره. اوكي لا رنين ولا طبقي ولا محوري ولا اي شيء، والعلاج تاعه اكسجين. هذا اللي بدي اياك تتذكري. اذا بدك تتذكري البنسلين والسيفالوسبورنز مهمين وحلوين، مش غلط تتذكريهم، وهايبر باريك اوتو تشامبر. اوكي نيجي على بكتيرويدز فريجاليس. اول نقطه حكي لك عنها انها اوبورتونستيك. انا بدي اسالك، انا ما راح احكي اوبورتونستيك شو معناها. اوبورتونستيك معناها انتهازي. اوكي معناها انتهازي. طيب بما انه اوبورتونستيك معناها انتهازي تمام، اوكي معناها انتهازي اوبورتونستيك، معناته هذا المرض ما بيصيب غير مين؟ الناس مناعتهم ضعيفه تمام، مناعتهم ضعيفه. اوكي هاي اول معلومه. طيب بدنا معلومه ثانيه نحفظها انه هي جرام نيجاتيف. بنتذكر هذيك كانت جرام بوزيتيف. شو معنى جرام نيجاتيف؟ معناته حطينا احنا الجرام ستين وما صبغت فيها، فبالتالي احنا سميناها جرام نيجاتيف. نتذكر انها انا ايروبيك باسيلاي، نتذكر انها كابسوليتد. شوفي البكتيريا احنا حكينا هي البلازما ممبرين، عندها بعدين سيل وول، وفي حواليها بعض البكتيريا هيك كبسول زي كبسوله. اوكي كبسوله. اوكي هاي الكبسول طلع شو مهمتها، يعني هاي في لها كتير اهميات، بس من ضمنها طلعي خلينا نفترض انه هذا هاي خليه يا الله ليش هيك طيب اوكي نفترض انه هيك، هاي نفترض انها خليه مناعيه احنا عندنا، الخليه المناعيه هاي طلعي هيك مبسوطه اوكي هيك، وجايه ايش؟ جايه بدها تاكل البكتيريا. الكبسوله هاي بتحمي البكتيريا من انها تتاكل، فهي واحده من فوائد الكبسوله. اوكي واحده من فوائد الكبسوله للبكتيريا انها بتمنع انها تتاكل. اوكي طيب اذا نتذكر موضوع انها كابسوليتد وانها جرام نيجاتيف، هذا اهم شيء. وانا ايروبيك هذا اوريدي باي ديفولت المحاضره هاي حكينا كل البكتيريا اللي فيها اللي هم بس تنتين انا ايروبيك. طيب
هلا في عندها انزيم اسمه سوبر اوكسايد ديسميوتيز، سوبر اوكسايد ديسميوتيز ان شاء الله اسمه خديجه، مش مهم انا ما بهمني اسمه، انا شو بهمني؟ بهمني وظيفته. هذا بمسك الاكسجين بحوله لشيء ثاني، اوكي، فبنقذها من الاكسجين. فعشان هيك ممكن نلاقيها هاي باماكن فيها اكسجين. نسال حالنا طيب كيف 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 اكتشفنا انه عندها انزيم اسمه سوبر اوكسايد ديسميوتيز؟ احفظ اسم الانزيم لانه ممكن يجيب لك عليه سؤال، يجيب لك الدكتور عليه سؤال. Which of the following bacteria have a super oxide dismutase in it؟ اللي هو بتحكي انتو بكتيريوديس فرجاليس. طيب هلا بحكي لك it is endogenous bacteria. شوفي شو معنى endogenous bacteria. لو اجينا مسكنا انسان، مسكتيني انا اوكي، وعملت دخلتي وشفتي القولون تاعي، او شفتي مثلا الامعاء الدقيقه، اوكي الدقيقه لا بس الامعاء الغليظه اللي هو القولون، بنلاقي البكتيريا هاي معاها بكتيريا كثير ثانيه. طب انا عندي مرض؟ لا ما بيكون. لو شفتي جبتي خلدون بتلاقي نفس الشيء، عندك نفس الشيء، اي حدا سميه بتلاقي عنده هاي البكتيريا موجوده. فعشان هيك بنسميها اندوجينس بكتيريا. فلورا، فلورا هي الاندوجينس بكتيريا، اندوجينس بكتيريا بسموها فلورا، فلورا اوكي اوكي تمام. فبالتالي هي اصلا موجوده هناك، بس متى بتتفعل؟ لما اوبورتونستك، لما تلاقي الاوبورتونيتي، لما تلاقي الفرصه انتهازيه، تنتهز لما المريض مناعته تقل، تبطل موجود الخلايا المناعيه، تقول لك ايوه هاي فرصتي خليني انتهزها. عشان هيك سموها اوبورتونستك، منتهزه اوكي، حقيره الخلايا هاي. طيب هاي هي الميكروسكوب، زي ما اتفقنا الجرام بوزيتيف بكونوا نهدي، والجرام نيجاتيف شو بكونوا؟ زهري. فهذا شو اللون هذا؟ أخضر؟ لا هذا اللون زهري صح؟ فبالتالي هيها زهري. وبسلاي، طلعي بسلاي من غير ما أحكي، مش مذكور إنها بسلاي، بس هي بسلاي. طلعي كيف شكلها؟ طلعي كيف شكلها؟ طلعي كيف شكلها؟ هون هون أوكي؟ هون بسلاي شكلها. طيب طيب بقول لك الباثوجينيسيس او بكتيريا فرجيلاس، هاي انا ذكرت لك اياها، حكيت لك بما انه عندها سوبر اوكسايد ديسميوتيز فبالتالي هي عندها او2 توليرانس. هذا الريليتيف او2 توليرانس يعني بتتحمل الاو2 شوي، بخليها تعيش، بخليها سيرفايف، يعني بخليها تضلها عايشه شوي اوكي. طيب بالماكن اللي فيها او2 تمام، يعني القولون صحيح مش كتير فياته اكسجين بس في شوي تمام، في شوي اوكي. طيب الكبسوله، هلا نيجي نحكي على الكبسوله. الكبسوله هاي شو مهمتها؟ انتي فاجوسيتك، انا حكيت لك شو معنى فاجوسايت. فاجوسايتوسيس معناته بلع، ابتلاع، هي عمليه ابتلاع. لما جبنا الخليه هاي الكبيره اللي هي الخليه المناعيه بدها تبتلع، تبتلع اللي هي الخليه اللي حكينا عنها اللي هي هاي اوكي، اللي فيها هنا كبسوله. فهاي العمليه اسمها فاجوسايتوس، الكبسوله بتمنعها، الكبسوله بتمنعها. طب هل في فائده ثانيه للكبسول؟ نعم، بتشكل شيء اسمه ابسس. ابسس هو عباره عن قيح، قيح اوكي، قيح هيك هيك شكله مقرف محاط بكبسوله. انساكي هذا بس اشي مقرف هيك، يعني قيح هو قيح. بدي احاول اشوف لك صوره اذا في هنا موجوده ابسس. يعني شوفي ممكن نعتبر يعني انا مش بلاقي، بس هو بيشبه هذا، بيشبه هذا، بيكون حواليه كبسوله. هاي ما فيها بكون بكتيريا، بتكون خلايا ميته وضعه سيء، فالكبسوله بتساعد انها تنتج هذا الاشي اوكي. هذا اللي بدنا نعرفه. طيب هلا بحكي لك المناعه تاعيتنا احنا ضد هاي البكتيريا، في عنا طريقتين، يعني طريقتين هلا عموما يعني الجهاز المناعي تاعنا، يا اما بيجي الخليه بتهاجم البكتيريا اوكي، يا اما بيجي الانتي بودي. انتي بودي هو جسم مضاد هيك شكله، انتي بودي اوكي، هذا هيك شكله، يا هذا يا هذا. بقول لك فعليا احنا اكتشفنا انه التنين بيهاجموه تمام، بس احنا مش فاهمين بالضبط الانتي بودي ضد الكبسوله شو بيعمل. يعني الانتي بودي هذا بيكون ضد الكبسوله اللي هي اطرف شيء اوكي، اللي هي اكثر شيء على الطرف، بنلاقيه هذا ضد الكبسوله، واحنا صراحه مش فاهمين شو لك الرول تاعه. فهون بقول لك رول از انكلير اوكي. طيب السيل ميدييتد اميونيتي از بروتكتيف، اللي هي هاي سيل بسموها سيل ميدييتد اميونيتي، يعني خليه كامله اللي جايه تمام، هاي بروتكتيف، هاي يعني احنا اكتشفنا نعم هاي مفيده، هاي اكتشفنا انها مش مفيده، بس مش مفهوم بالضبط شو طريقتها او شو يعني شو فائدتها تمام. طيب طيب هلا بحكي لك هون، بحكي لك هون، طلع خلينا نيجي نحكي شوي عنه. هلا بحكي لك انه هذا المايكرو اورجانيزم اللي هو بكتيريا بكتيراليس ايش بكتيرويدس فرجيلاليس اوكي، اسمها صعب شوي، بكتيرويدس فرجيلاليس از نوت انفيسيف. شو معنى نوت انفيسيف؟ يعني هي بتكون قاعده، احنا اتفقنا بالقولون، هذا القولون هيك، القولون شكله اوكي، هذا هيك القولون، بتكون قاعده فيه يا امان الله، مش لحالها بتفوت، ما بتفوت لحالها، بتضلها موجوده بالقولون. طول ما هي موجوده بالقولون يا ايش يا غافل الك الله، انا لحالي وخلي اتركوني في حالي. بينما اذا صار مثلا جرح في القولون او صار تروما، يعني خبط القولون،
طعن أو صار إشي ونزلت البكتيريا. شوفي حوالين القولون في إشي اسمه هيك هيك إشي زي هيك محيطه اسمه بيريتونيوم. بيريتونيوم اللي هو الغشاء المحيط بالقولون، الغشاء المحيط بالقولون والجهاز الهضمي عموما، الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة. هاي اسمه أمعاء غليظة القولون، الأمعاء الدقيقة هي اللي فوق القولون شوي اللي توصل من المعدة لا القولون. هلا حواليه إشي اسمه بيريتونيوم. هذا البيريتونيوم يا أستاذة، هذا البيريتونيوم هذا إذا أجته البكتيريا بتعمل التهاب فيه، شو بنسميه؟ بيريتونايتس. بيريتونايتس as simple as that. أوكي، بالتالي بيجي يقول لك بيريتونايتس after trauma or rupture of the intestine، يعني لما تلمزع هاي الأمعاء بصير عندنا بيريتونايتس. أوكي، أهم إشي تتذكري لي إياه من هذا السلايد حاليا هو كلمة بيريتونايتس. تذكري بس كلمة بيريتونايتس. في عندنا كلمة abscess. abscess زي ما اتفقنا بيروح على البيريتونيوم، نفس البيريتونيوم. أوكي، نفس البيريتونيوم بتقعد فيه البكتيريا هيك، بتظلها موجودة هنا، بتحول حواليها قرف وأشياء هيك جلايكوبروتينز وكذا شغلات مقرفة زي هيك، بتظلها قاعدة محلها، وهاي بتظلها تعمل وجع عند البين عند الإنسان وتظل حرارته مرتفعة. ما بنحلها غير لما نعمل له درينج، يعني نشيله. أوكي، طبعا ممكن يموت الإنسان إذا وصل للدم، وصل لأماكن تانية ممكن يموت الإنسان. بقول لك الأبسس فيفر أند تندرنس، ممكن نلاقي جوا هاي الأبسس مش بس بكتيرويدس فريجاليس، ممكن نلاقي أذر أنايروبس، يعني بكتيريا، يعني مش معقول يكون في أكسجين موجودة، فبكتيريا لا هوائية بنلاقي فيها، ونوع من أنواع البكتيريا اسمه إنتيروبكترياسي. مش مهم. أنا اللي بهمني حاليا كلمة إنه بسبب أبسس وكلمة بيريتونايتس، هذول اللي بهموني. طيب شو العلاج تاعه؟ العلاج تاعه دوينين، لازم يعني ما بعرف، بس أنا بشوفهم إنهم ممكن 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 ييجوا كسؤال. هلأ شوفي هلأ أجوهم جربوا بنسلين أوكي وبيتا لاكتامز عليه، هم نفسه البنسلين هو نفسه بيتا لاكتام، أجوا جربوه يعالجوا فيه مين؟ يعالجوا فيه الأبسس هذا، تمام؟ ما زبط. سألوا حالهم ليش؟ لقوا إنه في عند هاي البكتيريا، طب في عندها إشي اسمه بيتا لاكتاميز، أوكي؟ بيتا لاكتاميز، تمام؟ شو معنى بيتا لاكتاميز؟ يعني هاي عندها إنزيم بكسر البيتا لاكتام، يعني بكسر البنسلين، فما بنستفيد من البنسلين، تمام؟ فأعطيناه دوايين تانيين، دواء اسمه كليندومايسين ودواء اسمه مترانايدزول، مع بعض أعطيناهم. هل هذا ممكن يجي عليه سؤال؟ أنا شخصيا لو بدرسكم ما بجيب عليه سؤال، لأنه هذا مش مستواكم، مستوى كلينيكال هذا، يعني بكرة برابعة وخامسة وسادسة بصيروا يحكوا لكم شو العلاج تاع كل وحدة. بس إذا بدك يعني تحفظي، اتذكري إنه كليندومايسين أوكي ومترانايدزول بينعطوا في هاي الحالة. أوكي، طيب مترانايدزول من أكثر الأدوية في الأردن اللي يتم يعني ساعة استخدامها، يعني بسموه مطهر، أي حدا بصيبه إسهال سواء حتى لو فيروس، بتعرف أنت الفيروسات ما يعني ما بتتعالجش بالمضادات الحيوية، بالعكس ما إلها فايدة المضادات الحيوية بالإسهالات، لما أغلب الإسهالات، فهم بسموه مطهر مترانايدزول. روحي على أي طبيب بوصف لك مترانايدزول. كليندومايسين بيستخدموه لحب الشباب أحياناً، أنا بس أحاول أعطيكي معلومات عشان إيش تتذكري. أوكي، طيب برضو بحكي لك برضو واحدة من الشغلات، بيتا لاكتاماز غلط، هاي لازم بيتا لاكتامز. أوكي، ريزيستنت أنتيبيوتكس، تمام؟ يعني في بعض الأنتيبيوتكس أو مضادات الحيوية، حكيت لك أنا في عندنا بيتا لاكتاميز، تمام، بروح بدمر البنسلين، في مضادات حيوية بتقول له تعال أنت بدك تدمرني، بتخبط عليه بتضربه، فهي بسموها بيتا لاكتاميز ريزيستنت أنتيبيوتك، يعني أنتيبيوتكس مضادة للبيتا لاكتاميز، تمام. واحدة من الحلول كمان زي ما حكيت لك درينج أوف أبسس. أوكي، درينج أوف أبسس يعني بفوتوا إبرة وبيشيلوا الأبسس، تمام. طيب أنا شو بهمني من كل، يعني أنت هسا نعجكتي تحكي طب كتير في هيك معلومات، شو أحفظ وشو ما أحفظ؟ طلع أول شيء بدي إياكي تحفظي أنا راح أحط لك أهم معلومات، جرام نيجاتيف وكابسوليتد مهمة، أوكي، سوبر أكسيدس ميوتيز مهمة، إندوجينس بكتيريا مهمة، تمام. طيب مش مهم هذا الحكي أنا بالنسبة لي، أوكي، بيتا لاكتاميز بروديوسر هاي مهمة، أوكي هاي مهمة، تمام. طيب بتسبب بروتونايتس وأبسس مهمة برضو أنا هاي بالنسبة لي، ونعطيها كليندومايسين مترانايدزول ودرينج أوف أبسس، هذول مهمين. أوكي طيب خلنا نرتاح شوي وبعدين باجي بكمل باللي بعده.